موضوع الاسايمنت موجود على السيلابس، لو دخلت على السيلابس بتلاقي موجود متى الاسايمنت حينزل. لاني بتذكر كان يحكوا بنهاية شهر 3 27/3 لأول أسبوع من 4، بعدين بيجي العملي. شكلهم قلبون. لا لا ما قلبوا ولا شيء، بس انه حددوا اكثر من موعد للنظري، فكل مادة لها موعد، يعني على اساس انه طالب ما ينحشر باسبوع واحد كل الاسايمنت يجوا مع بعض، فقسموها ل اسابيع مختلفة. تمام إن شاء الله، لأنه الأسبوع هذا بلش العملي. يس، اسبوع هذا بلش العملي، الاسبوع الجاي واللي بعديه نظري. نظري اسبوعين يعني، احنا اتوقع مش الاسبوع الجاي، اللي بعده إن شاء الله. ان شاء الله. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بلش اليوم موضوع جديد اللي هو الريجولر اكسبريشنز. اذا نرجع نراجع هيك سريعا، نحكي احنا هلا شو اخذنا. اخذنا اللي هو الريجولر لانجويجز. ان ايش يعني الريجولر لانجويج؟ كيف بثبت انها لانجويج معينه ريجولر؟ إذا قدرنا نحلها عن طريق الـ NFA أو الـ DFA. ممتاز، إذا قدرت أمثلها بـ DFA أو NFA. طب سؤال، هل الـ DFA والـ NFA equivalent لهم نفس الباور؟ لازم يكونوا متساويات. نعم، إنه الـ DFA بقدر أعملها DFA والـ DFA بقدر أعملها NFA. يعني عليك لهم نفس الباور. إيش يعني لهم نفس الباور؟ ايش يعني انه الـ NFA والـ DFA are equivalent or have the same power؟ الـ number of strings اللي بقدر اطلعها من DFA نفس الـ number of strings بطلعها من NFA. هلا ما بقدر احكي number of strings، لما تحكي number of strings بدك تكون معرف language معينة عشان تحكي number of strings، بس بقدر احكي انه اي language بقدر امثلها بالـ NFA بقدر امثلها بالـ DFA والعكس صحيح. اي language بقدر اعملها دي اف اي معناته بقدر اعملها كمان ان اف اي، يعني كل اللانجوجز اللي بقدر امثلهم باستخدام الان اف اي اكيد كمان بقدر استخدمهم، بقدر امثلهم باستخدام الدي اف اي. الباور هو مقصود اللي هو ايش نطاق اللانجوجز اللي بقدر امثلهم. هلا اللانجوجز اللي بنقدر نمثلهم بالان اف اي والدي اف اي هم الريجولر لانجوجز. تمام، هنضيف اليوم new tool اللي هو regular expression. تمام 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 دكتور. بلش اليوم نتعلم tool جديدة regular expression. هلا ايش الفرق بينهم؟ ال DFA وال NFA بنسموهم finite automata. finite اوتوماتا هم اكثر ماشين لايك، يعني زيهم زي المشين، في كنترول يونت وفي ميموري او ما في ميموري وفي انبوت تاب والى اخره. الريجولر اكسبريشن اكثر كود لايك. الريجولر اكسبريشن كاني عم بكتب كود التمثيل تبعها. الدي اف اي والان اف اي كانهم عباره عن ماشين، ماشين بعطيها انبوت وهي بتعطيني اوتبوت، بتحكيني تعطيني اكسبت او ريجكت. الريجولر اكسبريشن كأني عم بكتب كود، فعليا الريجولر اكسبريشن مستخدم في لغات كتير، بتقدر انك تكتب بداخلها ريجولر اكسبريشن عشان تشيك على النمط. مثلا جافا سكريبت، اذا اخذت جافا سكريبت تمام، بجافا سكريبت انا بقدر اكتب ريجولر اكسبريشن للايميل عشان احكي انه الايميل لما اليوزر يجي يدخل معلوماته على سبيل المثال بالفورم يكبس على سبمت، كيف بدي اشيك اعمل فاليديشن على الايميل انه الايميل مكتوب صح، بكتب له ريجولار اكسبريشن طريقه معينه عشان احكي انه لازم على سبيل المثال يحتوي على احرف وارقام، بعدين ات، بعدين احرف وارقام، بعدين دوت، بعدين مثلا ثلاث خانات دوت كوم دوت الى اخره. هاي النمط بقدر امثله بريجولر اكسبريشن. فالريجولر اكسبريشن يعني مور
programming language like, more code like. أما DFA ولا NFA more machine like. فبقول لي إنه regular expression والfinite automata. بقول لي إيش الفرق بينهم. Offers a declarative way to express the pattern of the string we want to accept. بقول لي regular expression تعطيني طريقة بسموها declarative, طريقة تعريفية عشان أعبر عن النمط تبع السترينجز. هاي example على regular expression مثلا. هذا regular expression إيش بيحكي لي؟ بيحكي لي إنه السترينج إما بيبدأ ب 0 followed by 1s, 0 followed optionally by 1s, أو start with 1 followed by optionally 0s. يعني لو أنا هذا بدي أمثله على سبيل المثال NFA, لو أنا هذا بدي أمثله NFA عشان تفهموا أكثر, بدل أمثله بهذه الطريقة 0 1 star 0 بعدين 1 star أو or 1 بعدين 0 star. هلا هاي اتوقع تفهموها اكثر انتم هلا عشان متعودين على ال NFA. طبعا هاي ممكن تكون NFA او ممكن تكون DFA. يعني لو انا ضفت لها trap state هون مثلا بصير DFA. فلاحظ هون مفهوم السترينج اما بيبدا بزيرو اوبشنالي more than ones, وهون بيبدا ب1 بعدين followed by optionally zeros. كيف بمثل لاحظوا بالregular expression؟ هنتعلم اليوم كيف نمثل باستخدام regular expression, ايش يعني الستار وايش يعني البلس. تمام؟ طيب هلا بقول لي الاوتوماتا more machine like. الاوتوماتا مقصود بالاوتوماتا اللي هو ال NFA وال DFA, هي أكثر زيها زي المشين. ليش؟ لأنه عبارة عن فعلياً عبارة عن مشين صغيرة بعطيها input وفيها control unit states. الانبوت بصير يغير الستيت, تمشي على الانبوت وبتتنقل من state لstate, وفي الآخر بس يخلص الانبوت وبتعطيني result, تعطيني جواب accept أو reject. الـ regular expression more program syntax like, كأني عم بكتب كود. تمام؟ كأني عم بكتب كود إله syntax خاص معين. بقولي وين مستخدم؟ إله استخدامات كتير, مستخدم كتير heavily بالـ Unix environment. هلأ اللي اشتغل Unix تمام؟ كتير بيستخدم الـ regular expression عشان يعبر عن شغلات معينة. أوكي؟ فاللي بيشتغل باشل كريب إلى آخره من الإديترز هاي تاعت اليونكس كلها تستخدم regular expression. لو يكتب كود بلغة البيرل, البيرل هي لغة برمجة بسموها scripting language, برضو كتير بتستخدم اللي هو regular expression عشان تعمل processing للstrings. الليكسيكال انالايزر تبع الكومبايلر, هلا الكومبايلر في جزء من الكومبايلر, برنامج صغير من الكومبايلر اسمه ليكسيكال انالايزر. هذا الليكسيكال انالايزر بيستخدم ريجولار اكسبريشن تمام عشان يعبر عن شيء اسمه توكنز. هذا بتاخذوه ان شاء الله بالكومبايلر. فالريجولار اكسبريشن لها كثير استخدامات. دكتور انا بعثت على الشات كود للجافا سكريبت للريجولار اكسبريشن. طبعا في هذا الكود بيستخدموه عشان يعرفوا الباسورد سترينث مثلا. اكزاكتلي وين بعته نشوفه؟ على الشات. ما بعده يعني بيستخدموا فيه كثير استخدامات بس على الانبوت غالبا. اكزاكتلي هذا عباره عن ريجولار اكسبريشن مستخدم بجافا سكريبت. تمام, تقدر تستخدمه, بعرف شو استخدامه هاد, بس في كتير استخدامات. بقدر انا لو انا عندي كلمة معينة
بدي اشيك على النمط تبع هاي الكلمه بستخدم regular expression. ممكن تكون الكلمه باسورد عشان اعمل فاليديشن على باسورد، ان الباسورد مثلا طولها 8 على سبيل المثال، تحتوي على احرف وارقام وسبيشال كاركترز الى اخره عشان اتاكد انها سترونج باسورد ولا لا. نفس الشيء عشان اشيك على اليوزر نيم، لو انا واحد بدي اعمل له فورم يعمل ريجستريشن على سبيل المثال موقع معين، بدي ادخل يوزر نيم، ايش اليوزر نيم بالنسبه لي المقبول وغير المقبول؟ تمام. في الحاله هاي برضه لازم استخدم ريجولر اكسبريشن. anyways الريجولر اكسبريشن هي طريقه للتعبير عن الريجولر لانجويجز، هي تول اداه جديده حنتعلمها زي الان اف اي والدي اف اي عشان تعبر لي عن الريجولر لانجويجز. هلا بقول لي الريجولر اكسبريشن equivalent للفاينايت اوتوماتا، يعني بمعنى اي لانجويج في الدنيا بقدر امثلها بدي اف اي او ان اف اي بقدر امثلها كمان بريجولر اكسبريشن. اللمدا ان اف اي هي نفسها للان اف اي، احنا ما فصلناهم عن بعض اعتبرناهم نفس المشين. تمام. فاي لانجويج بمثلها بدي اف اي او ان اف اي بقدر امثلها بريجولر اكسبريشن. الفرق انه هاي ماشين لايك اكثر وهاي syntactical expression more syntax like قريبه من كود البرمجه. كلهم بيمثلوا لي ايش؟ regular languages. اذا الكلاس الصنف تاع اللانجوج اللي بقدر امثله باستخدام regular expression او finite automata بنسميه regular languages، لغات منتظمه. اذا ما قدرت امثله اللغة ما قدرت أمثلها باستخدام regular expression أو finite automata معناته هاي language مش regular. فإذا عشان تثبت إنها language معينة regular we have to be able to represent it using one of these tools. أحد التولز هاي لازم أقدر أستخدمها عشان أمثل هاي language عشان تكون regular. طيب هلأ هون بده يعلمني كيف أحول من finite automata لregular expression. لو انا عندي regular expression بدي احوله لفاينايت اوتوماتا، فبقول لي حنستخدم شيء اسمه single final state. ليش؟ عشان اسهل عملية التحويل من finite اوتوماتا لوين؟ لregular expression. لو انا عندي finite اوتوماتا بدي امثلها بregular expression في بروسيجر معين للتحويل، هذا البروسيجر بيفترض انه هاي الفاينايت اوتوماتا إلها single final. إحنا بنعرف أن الأوتوماتا ممكن يكون إلها أكثر من final زي اللغة اللي شفناها قبل شوي على سبيل المثال اللي هو one zero star أو zero one star. تمام. هاي كم فاينل ستيت عندي هون؟ ثنتين. بقول لي هاي بتقدر تحولها لإكويفالنت ان اف اي بفاينل ستيت وحده، كيف؟ بقول لي ببساطه ارسمها نفسها كيو 0 كيو 1 Q2 ضيف new final state. تمام. ضيف new final state وخلي ال previous final state يروحوا على final state هاي بإيش؟ بلامدا. لاحظوا طلع لي equivalent NFA لهاي الفاينايت اوتوماتا بغض النظر هي دي اف اي او ان اف اي، قدرت احولها لفاينايت اوتوماتا ب سنجل فاينل ستيت. لاحظوا انا بمشي هون 1 0 ستار بعدين بروح على فاينل او 0 1 ستار بعدين بروح على فاينل. بقول لي اني فاينايت اوتوماتا ان اف اي او دي اف اي كان بي كونفرتد
to an equivalent NFA with a single final state. ليش بيلزمني أحولها لفينايت أوتوماتا أو NFA مع single final state؟ أسهل لعملية التحويل لregular expression. example let's say أنا عندي هاي NFA بقدر أمثلها equivalent NFA إلها one final state. كيف حولتها؟ عملت introduce إضافة a new final state ووصلت بلمدا ترانزيشن من ال previous final state لهاي ال new final state. تمام؟ تمام يا شباب؟ تمام دكتور. تمام دكتور. طيب بقولي in general لو أنت عندك NFA وعندها أكثر من final state فيها تقدر إنك تحولها لإيش؟ لسنجل final state لإquivalent NFA. equivalent يعني NFA بتمثل نفس اللانجوج، هاي معنى equivalent. أوكي إلها single final state. كيف؟ change هدول الستيت اللي هم الفاينل ستيت لريجولر ستيت. ريجولر ستيت يعني نون فاينل. اوكي ووصل من البريفيوس فاينل ستيت للنيو فاينل ستيت عشان يصير عندي سنجل فاينل ستيت. دكتور ما في ايكويفالنت دي اف اي لانه اصلا احنا ما في لامدا بالدي اف اي صح؟ عشان نجمعهم كلهم. مو انت لو بدك تقدر تعملها ايكويفالنت دي اف اي بس ممكن يطلع معي اكثر من فاينل ستيت، بس عشان اعملها بسنجل فاينل ستيت ما بضبط الا ان اف اي. تمام. يعني بقدر هاي الايكويفالنت ان اف اي احولها لدي اف اي بس حيطلع معي ممكن يطلع معي مور ذان 1 فاينل، لانه بنعرف الدي اف اي فيها كونسترينت فيها قيود تحكم. ممكن شوي كومبلكس تكون. اكزاكتلي. الان اف اي لا مش شغله كومبلكس، يعني اجباري حيطلع معك اكثر من فاينل اذا كان الاصل فيها اكثر من فاينل، فعلى الاغلب حيطلع معي اكثر من فاينل. لكن لما انا احولها ل NFA تمام عمليه وضع 1 او سنجل فاينل ستيت كثير اسهل، بعمل فاينل ستيت بوصل بلامدا ذاتس ات. تمام. بس الدي اف اي داز نوت اكسبت لامدا. نعم. طب قول لي بالاكستريم كيس لو انا عندي NFA بدون فاينل ستيت، مش احنا بنحكي انه اي NFA بالدنيا بقدر اعملها بسنجل فاينل ستيت؟ طب لو كانت ال NFA اصلا ما فيها فاينل ستيت كيف تقدر تعملها سنجل فاينل ستيت؟ والعادي ضيف نيو فاينل ستيت ما توصلها، ما توصلها مع هاي ال ان اف اي، هيك بتعمل سنجل فاينل ستيت. طب سؤال لو انا عندي ان اف اي بدون فاينل ستيت ايش اللانجوج اللي بتمثلها؟ فاي. احسنت. اللانجوج هون اوف ام تكون فاي، بما انه ما فيها final state معناته does not accept any string. واللي add a final state without transitions فإحنا معناته كلامنا مظبوط وقاعدة نظرية مظبوط. أي NFA أو DFA بتقدر تحولها ل NFA with a single final state. طيب هلأ هاي الخصائص مهمة كتير، بتجينا multiple choice questions على خصائص regular languages بدنا نكون فاهمينهم. هدول لاحظوا عبارة عن خصائص للغات المنتظمة للغة نفسها، ما بحكي عن التولز، بحكي عن اللغة نفسها. بقول لي for regular languages L1 and L2 لو عندي L1 عبارة عن لغة منتظمة و L2 لغة منتظمة أخرى، اليونيون تبعهم حينتج لي إيش كمان؟ another regular language. لو L1 regular و L2 regular وعملت بينهم اتحاد هيطلع منهم مجموعة جديدة صح؟ مش L1 هي set و L2 set، من language عبارة عن set of strings. لو عملت بينهم اتحاد حيطلع لي set جديدة، يعني هاي set 1 هاي set 2 حيطلع لي set 3 أو نسميها language 1 language 2 حيطلع لي language 3 لعملية الاتحاد بين L1 و L2. هل اللانجوج اللي بتنتج عن اتحاد two regular languages برضو regular ولا لا؟ مين يحكي لي؟ لو انت عندك language one regular و L2 regular
عرفت L3 إنها عبارة عن L1 اتحاد L2. هل L3 regular؟ إيش تتوقعوا؟ مش المفروض نعم دكتور، لأنه L1 عندنا خلينا نحكي إنها accepted و L2 accepted. طب سؤال، كيف بقدر أثبت لهذا الإشي؟ إحنا متفقنا إنه أي language عشان أثبت إنها regular لازم أقدر أعملها finite automata أو regular expression. finite automata أو regular expression. كيف بقدر أثبت إنه L3 regular؟ هلا الإثبات كتير سهل. هلا بما إنه أنا given L1 regular، بما إنه L1 is regular، فبالتالي L1 أكيد إيش إلها؟ إلها NFA أو DFA، صح؟ صحيح. Let's say إلها NFA with single accepting state, with a single accepting وgiven إنها regular، بالتالي أكيد إلها NFA with a single accepting state wherever كانت هاي ال NFA شكلها. هاي NFA نسميها لا language 1، نسميها مثلا M1، وأكيد بما أنه L2 regular معناته 100% إلها finite automata M2. أوكي، نفترض أنها إلها NFA with single acceptance بغض النظر إيش هي شكلها الـ NFA. M1 بتمثل الـ language L1 و M2 بتمثل الـ language L2. كيف بقدر أمثل اليونيون تبعهم؟ مين يحكي لي كيف بقدر أبني NFA تمثل L3 اللي هي L1 union L2؟ ونخلي الـ start state واحدة، بضيف new start state وأوصلهم بلامدا. يعني عليك بوصلهم بلامدا، وإيش بضيف كمان؟ final state واحدة، new final state. أوكي، بشيل final state من هون وبوصلها بلامدا. هلأ اللي نتج عندي هو NFA، بالتالي قدرت أنا أعمل NFA لليونيون، فبالتالي أثبتت إذا كانت L1 regular و L2 regular فاليونيون تبعهم 100% هيعطيني regular language. ليش؟ لأني قدرت أعمل له NFA بدون ما أعرف إيش هي L1 وإيش هي L2. هذا الإشي اللي حنثبته. لا اليونيون برضو، إذن اليونيون regular، طب يكون concatenation. لو عمل عندي language L1 regular و language L2 regular، هل concatenation تبعهم regular؟ لو أنا عندي على سبيل المثال على نفس الإكزامبل هذا، عندي L1 regular و L2 regular، هل L3 اللي بيساوي L1 concatenate L2 أو بنقدر نرمز لها هيك L1 L2 برضو regular؟ regular ولا مش regular؟ كيف بقدر أثبتها؟ نفس الشيء عن طريق الرسم. نفس الشيء، هل بقدر اعمل
NFA للconcatenation بين L1 و L2. طيب لو أنا عملت NFA لل L1 كيف يكون شكلها؟ exactly حيكون start final start وفاينل. هاي بتمثل اللانجوج L1 يعني نسميها M1. وجبت another language أو another machine M2 عشان تمثل اللانجوج L2 يعني L الM1 يساوي L1 و L للM2 يساوي L2. ليش؟ بقدر أسوي لهم NFA لأنهم أنا حاكي إنهم regular بالتالي أكيد إلهم NFA. NFA with a single accepting state. طب كيف بقدر أكون L3 اوكي اللي هي L1 concatenate L2 نربط كيف بقدر أعملها ماشين أسميها M3 بحيث إنه ال L تاع ال M3 يساوي L3 concatenation اللي هو لمدة مشان ما يكون في أنا ريدينج 100%. لو شلت الفاينل من هون تمام ووصلتهم بلمدة صار أطل صرت أقدر أعمل new strings new string موجودة ب L3 النص الأول أو الجزء الأول من السترينج موجود في L1 والجزء الثاني من السترينج موجود في L2. لاحظوا هلأ أي سترينج عشان أقبله لازم أبدأ من start state تعيد L1 أو M1 بعدين أوصل للفاينل state تبع المشين M2. وبالتالي الجزء الأول من السترينج كون لي يا M1 والجزء الثاني من السترينج كون لي يا مين M2. فبالتالي الكونكاتينيشن اوكي لا تو ريجولار لانجويجز حيعطيني انذر ريجولار لانجويج. هلا نفس الشيء الستار لو انا عندي لانجويج L1 وعملت لها ستار هل اللانجويج اللي بتنتج عن الستار حتكون ريجولار ولا لا؟ لو انا عندي لانجويج L1 is regular هل ال L1 star is regular؟ مين يحكي لي كيف بقدر اثبتها؟ single state على loop. طيب احنا بنحكي L1 is regular بالتالي لها NFA مع single acceptance هاي M1 اللي هي اللانجوج تبع M1 هو L1. هل بقدر أطلع منها language أو finite automata تمثل L1 star وكيف ممكن أسويها؟ بحط على final state loop. هلا بحكي لي القاعدة بس بلمدة ضيف new start وضيف new final وصلهم بإيش؟ بلمدا واعمل loop من الفاينل للستارت بلمدا ومن الستارت للفاينل بلمدا. an example لو أنا عندي على سبيل المثال نحكي اللانجوج اللي عندي هي أو L1 هي بس AB تمام؟ AB كيف بمثلها؟ هاي A وهاي B صح؟ بتروحون على final. هلأ L1 star اللي هي AB star هل هي regular ولا لا؟ yes regular. طب كيف بقدر أعملها NFA حسب القاعدة هاي؟ بقولها أضيف لها new start new final
وهون لامدا لامدا. طب لامدا هيك لامدا راجعة عشان أعمل لوب هيك، ليش أوريدي عملت كمان لامدا تروح من الستات الفاينل؟ مين يحكي لي؟ لأنه الـ AB لحالها acceptance. acceptance نعرف الـ AB لحالها acceptance، بس أنا ليش بدي أروح من الستارت للفاينل بلامدا؟ يعني لاحظ أنا عملت لوب يرجع يعني عليك عشان لامدا accepted، عشان لامدا belong لـ L1 star. فأنا ممكن من البداية ما أقرأ الـ AB أروح بلامدا. لما أنا عملت AB star، الـ AB star هي إيش بتحتوي على strings؟ تحتوي على لامدا، تحتوي على اي بي، تحتوي على اي بي اي بي اي بي اي بي اي بي وهكذا. واضح؟ فالستار برضو ايش مالها؟ الستار برضو للانجويج ريجولر، هي برضو ريجولر. فناتج اليونيون كونكاتينيشن الستار ار ريجولر لانجويجز. فبقول لي نقدر نحكي انه الريجولر لانجويج كلوزد اندر، هذا المصطلح مهم كثير بيجينا مالتيبل شويس كويشن عليه. كلوزد اندر ايش؟ يونيون كونكاتينيشن ستار. تمام. فالريجولر لانجويجز كلوزد اندر يونيون. ايش يعني كلوزد اندر يونيون؟ يعني اذا كان عندي لغتين ريجولر وعملت لهم يونيون، الناتج حيضلوا كلوزد، حيضلوا ريجولر، حيضلوا ضمن الريجولر لانجويجز. ايش يعني الريجولر لانجويج كلوزد اندر كونكاتينيشن؟ يعني لو عندي لغتين ريجولر وعملت لهم كونكاتينيشن، اللي بنتج عنهم برضه هي لانجويج وريجولر. نفس الشيء الريجولر لانجويجز كلوزد اندر ستار، يعني لو عندي لانجويج ريجولر عملت لها ستار، اللغه اللي حتنتج هي برضو ريجولر. واضح يا شباب؟ ايش يعني كلوزد اندر؟ واضح دكتور. تمام. هاي هم بلش يثبت لي، بقول لي افترض انه L1 هي عبارة عن regular language. تمام. بما انها regular language بالتالي الها machine NFA اسمها M1 بتمثلها. احنا اتفقنا اي regular language الها machine بتمثلها بغض النظر ايش هي L1، الها start والها single final. واحنا اتفقنا قبل شوية انه اي finite automata بقدر احولها ل NFA with a single final. نفس الشيء افترض انه L2 regular، بالتالي الها ماشين اسمها M2 بتمثل هاي ال2 اوكي، وهي عباره عن NFA with a single final. في نفس الوقت عشان يتوضح لنا الفكره اكثر، اعطاني اكزامبل على لانجويج L1 اللي هي ANB. ANB سهل اني اعملها NFA لوب على الستارت، بعدين B بتروح على final، و L2BA ماشي عبارة عن language تحتوي فقط على one string، اللي هو سهل جدا أعملها NFA BA. برضو عشان يوضح لي بالمثال الإشي اللي بده يثبته، بقول لي ال NFA لل L1 union L2، ليش بدي أعمل NFA لل union؟ عشان يثبت إنها regular language enclosed under union. فقال لي بما انه انا عندي M1 بتمثل L1 و M2 بتمثل L2، سهل ابني NFA لليونيون عن طريق اني اعمل نيو ستارت نيو فاينل. تمام. اوصلهم بلامدا. الاشي اللي ننتج معاي هي عبارة عن NFA for L1 union L2. تمام. ونفس الشيء لو طبقنا هذا المثال على examples اليونيون بين هذول اللغتين، تمام، بقدر بسهوله ابني له NFA عن طريق اجيب المشين تبع اللغه الاولى والمشين تبع اللغه الثانيه واضيف نيو ستارت نيو فاينل واوصلهم بلامدا. نتج عندي NFA لليونيون بين L1 و L2.
واضح يا شباب؟ لاحظوا لو اخذت اي string موجود بال1 او ال2 حيكون موجود باليونين تبعهم. خذ اكزامبل مثلا 3 a b، كيف بقدر اعملها accept؟ باجي من الستارت باخذ 3 a b بروح على final معناته accepted. نفس الشيء لو انا عندي b a برضو accepted، هذا المسار ما حيعطيني accept فبروح بالمسار الثاني حيودينا على اكسبتنس برضو اكسبتد. ولو اخذت اي سترينج ما مش موجود لا باللغه الاولى ولا الثانيه حيكون ريجكتد من هون. يعني على سبيل المثال لو اخذت 3 بي اي هذا مو موجود لا بال1 ولا بال2 بالتالي مش موجود باليونيون. تمام، جرب 3 بي هون ما حيزبط معك، جرب 3 بي هون برضو ما حيزبط معي بالتالي ريجكتد كمان. واضح الفكره يا شباب؟ الكونكاتينيشن نفس الشيء، بجيب المشين M1 تعيد اللغة L1 والمشين M2 تعيد اللغة L2 وبعملهم كونكاتينيشن عن طريق إني أوصل بينهم بلامدا وعمل New Final State. تمام؟ ما في داعي للنيو ستارت، لو عملت نيو ستارت أوكي، لو ما عملت إتس أوكي كمان. أوكي، أهم شيء أشيل الفاينل من هون لأنه هلا صفى هذا الجزء لحاله اللي بينتج عن M1 مش accepted بالconcatenation. لازم أمشي من الستارت تعيد M1 وأوصل لوين؟ للنيو فاينل عشان أعمل accept لهذا السترينج عشان يمثل الconcatenation between L1 و L2. نفس الشيء هلأ هون لو أخذت هذا الإكزامبل ANBN ENB عملت له كونكاتينيت مع بي اي. تمام، ايش حينتج عندي لانجوج جديده اللي هو اي ان بي بي اي. عملنا كونكاتينيشن بين اللغه الاولى واللغه الثانيه طلع معي ال 3 لغه جديده. تمام، نتجت عن كونكاتينيشن اللي هي اي ان بي بي اي. تمام، طيب هلا كيف بدي امثلهم؟ نفس الشيء بعمل اللي هو خط او ترانزيشن من الفاينل تعيد ال1 للستارت تعيد ال2 وبعمل النيو فاينل. فلاحظوا بما اني انا عندي سنجل اكسبتنس حتى لو ما عملتش نيو فاينل اتس اوكي. طيب سؤال، لو انت عندك لانجوج ال1 كانت عباره عن ان بي ولانجوج ال2 طبعا ANB وN أكبر أو تساوي 0 وهنا اللانجوج الثانية هي عبارة عن BN N أكبر أو تساوي 0، إيش الكونكاتينيشن تبعهم؟ كيف بقدر أمثله؟ طيب شباب مين يحكي لي؟ لو عندي L1 ANB N أكبر أو تساوي 0 و L2 B BN N أكبر أو تساوي 0 بدي أعمل بينهم concatenation، إيش اللانجوج اللي بنتج عنها؟ إيش اسمها؟ كيف بقدر أعبر عنها؟ تفضل احكي. هل رح أغير رمز ال N في لانجوج 2 ل M علشان ما يصيروا زي بعض؟ يعني عليك هاي النقطة المهمة اللي أنا بدي أذكرها هون، لازم أغير الرمز. يعني ما بزبط أجي أحكي له ANB هي حطيت L1 و L2 اللي هو BBN N أكبر أو تساوي 0. أصلاً هاي اللانجوج مش ريجولر، بطلت ريجولر لأنه صار في عندي جزئين منها متساويين أو جزئين بينهم علاقة. فهذا لازم الرمز يتغير سميه M مثلاً. إذا ما غيرته بطلع معي إشي غلط لأنه هون ما بلزمني إنه يكون عدد الـ A مساوي لعدد الـ B، فبعطيه اسم جديد ونضيف كمان M أكبر أو يساوي 0، بحط كمان M أكبر أو يساوي 0. يعني عليك واضح؟ النقطة مهمة، إذا جبت لك two languages قلت لك اعملهم concatenation ما بتستخدم نفس الرمز، لازم تغيره.
طيب نفس الشيء لستار اوبريشن. لو انا عندي لانجويج ال1 وعملت لها ستار حينتج معي نيو لانجويج برضو ريجولر. كيف نثبت الحكي هذا؟ نعمل نيو ستارت نيو فاينل وناخذ خط من اللي هو الستارت للفاينل ومن الفاينل للستارت. تمام. الهدف من الخط تبع من الستارت للفاينل عشان نخلي لامدا اكسبتد، لانه اي لانجويج ستار اكيد فيها لامدا سترينج، والخط من الفاينل للستارت عشان اعمل لوب. لاحظ لما ارجع هون ممكن اجي ادخل مره ثانيه على ام1 ممكن اطلع من برا اوكي عشان اعمل لامدا. هاي اكزامبل اي ان بي ستار، هاي الاي ان بي عملنا لها نيو ستارت ونيو فاينل ووصلنا من الستارت للفاينل من الفاينل للستارت. واضح يا شباب؟ اذا اخذنا اللي هم الريجولر لانجويجز، قلنا ريجولر لانجويجز ار كلوزد اندر واحد يونيون اثنين كونكاتينيشن ثلاث ستار كلوجر أربعة الريفيرس خمسة الكومبليمنت. في عمليات ثانية بس بتهمنيش أنا هلا، هذول اعرفهم الخمسة. يونيون أثبتناها، كونكاتينيشن أثبتناها، ستار كلوجر أثبتناها. طب احكي لي مين كيف نثبت الريفيرس؟ كيف أثبت لو كان عندي L1 is regular الريفيرس تبعها regular؟ لو انا عندي ال1 ريجولر كيف بقدر اثبت انه الريفرس تبعها ريجولر؟ خذ اكزامبل، لو انا عندي اي ان بي اللي حكينا عنها قبل شوي، ان اكبر او تساوي 0، ايش ال1 ريفرس؟ هتكون بي اي تو ذا باور ان، يعني عليك بي اي تو ذا باور ان، ان اكبر او تساوي 0. لاحظ الاي ان بي كيف تتمثل؟ هي اي وهي بي. لاحظ هون لو خليت الستارت فاينل والفاينل ستارت وعكست الاسهم بيطلع معاي الريفرس. كمان مره، لو خليت الستارت فاينل والفاينل، ما انا عندي سنجل فاينل صح، فانا هون هاي الستارت يعني هاي نسميها Q1 او Q0 وهاي Q1، اعكسهم خلي هاي Q1 هي الستارت و Q0 هي الفاينل. تمام، وعكس الاسهم، هذا السهم كان رايح من Q0 ل Q1 حيصير رايح من وين لوين لما عكس السهم؟ من Q1 ل Q0، من Q1 ل Q0 نفس الليبل. هذا السهم كان رايح من Q0 لنفسه، لما عكسه حيضل نفسه صح؟ مظبوط. انا عندي هون ايش صفى عندي؟ B A N. وهذا الاشي بينطبق على اي لانجويج، جيب اي لانجويج ماشي ريجولر اعملها ان اف اي عشان نطلع الريفرس، خلي الستارت فاينل والفاينل ستارت واعكس الاسهم. واضح؟ واضح دكتور.
إذن هون هذا أثبتني بالريفرس. طب خمسة، كيف بثبت الكومبلمنت؟ لو عندي لانجويج هي ريجولر، الريفرس تبعها ريجولر. هاي شوفوها بلغوني عند المحاضرة الجاي. كيف نقدر نثبت إنه ريفرس؟ وشوفوا لي كمان الكونكاتينيشن، سوري الانترسكشن. هل intersection between two languages regular ولا لا؟ فرجوني كيف الريفرس أكيد regular، بس احكوا لي كيف نثبتها. والintersection بدنا نشوف هل هي regular ولا لا، أو إذا regular كيف نعملها. تمام يا شباب، توقف هون، كمل المحاضرة القادمة. إذا حكينا عن خصائص اللي هو الريجولر لانجوجز، مهمات هذول يا شباب كتير بيجون عليهم أسئلة multiple choice. محمد دجاني موجود دكتور. سلطان نعم موجود. بدر موجود دكتور. انا علي الشمري موجود دكتور. علي موجود. بدر ماريا محمد هاشم إبراهيم مجالي رعد محمد بلبيسي رؤيا موجودة محمد بسباس سجا محمد فؤاد موجود دكتور. عبادة رويد موجود دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. فيحاء موجودة دكتور. وسام محمد محمود سيف الدين أنس موجود. أنس حسن هبة موجودة. عبد الله أبو حلتم موجود. رغد موجود. هاشم موجود. حسن موجود. المعتصم بالله نهى موجودة. مروة موجودة. باسم اسمين سوري اسمين الترك محمد عاشور موجود دكتور. ليان موجودة دكتور. رامي لانا موجودة. أحمد صالح مهند موجود. موجود دكتور. هاشم موجود دكتور. سيف الدين موجود دكتور. رقية موجود دكتور. في حد ما طلع اسمه شباب يعطيكم العافية.